معلقتين من الزيت، شويه ملح، المكرونه اللي انت حباها، يفضل البنه. شوف المقادير، ايه رايك نشوف المقادير وانا بسقط المكرونه في قلب الميه؟ ايه رايك؟ يلا بينا. مكرونه بالدمعه، مكرونه بالصلصه، بس دمعه المغازي وصلصه المغازي مش زي اي دمعه، اختراع. مكرونه بنه سلقناها في ماء مخلوط بالزيت والملح، ولازم الميه يا اختي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا شربطه تكون الميه بتغلي. علي الوليمازه علشان المكرونه ما تعجنش وتتكسر منك. تتكسر ليه؟ لان هي سبتها تغلي مع الميه، فطبيعي المكرونه دي تصنيع مش رز. المكرونه يا امي تصنيع، صناعه، ملهاش ثمره، مفيش شجره بتزرع مكرونه ولا بتطلع مكرونه. مصانع المكرونه، والمكرونه عباره عن دقيق سمويله او دقيق سميد ناعم مع دقيق مخلوط عادي مع بيضه وشويه زيت وشويه ملح ورشه سكر، بتعملي عجينه المكرونه. عندك مكنه المكرونه بتطلعها زي ما انت عايزه. تعالوا نعمل الصلصه بتاعه الدمعه والمكرونه بتاعتنا واحنا واقفين مع بعض كده في عجاله مكان تحمير البفتيك. طبعا مش مطلوب منك علشان تعملي مكرونه بالصلصه تعملي الدوشه دي كلها وتجيبي البفتيك وتعمليه عادي، ممكن تعمليها لوحدها، بس انا حابب اجود في الموضوع وادي فكره. حمرت بفتيك بالمناسبه وحمرت سكالوب بانيه، بنزل بفص توم كده واقلب الخليط ده كده مكان تحمير البفتيك. دي مدرسه بقى اسمها مدرسه خبره طهويه، واستنى على التوم كده ياخد تحميره حلوه مع البهريز ده كده. الله عليك يا شيف. طبعا الطعم ده لو لفيتي مطاعم العالم مش هتلاقيه، لان مش كل واحد هيجي على باله يعمل اللي انا بعمله ده. الا بالخبره بقى. شفتي التومه دي وتسرح في دنيتهم عينيا. تومه مع الخليط مع البهريز. شفتوا؟ ما بعرفش اغني انا. شفت الطعم ده؟ حلو قوي. استنى عليها هسه، استنى عليها هسه. زعتر يا دلعك. دي الدمعه، تومه ومكان تحمير البانيه او البفتيك او الاسكالوب. رشة فلفل اسود. المكرونه جاهزه عندي، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل يا عم الشيف بصلصه الطماطم. ده المطبخ، انك تكوني فاهمه بتعملي ايه، مش موضوع انك تقري كتاب تشوفي فيديو. لا لا، فاهمه، وفهمك ده بيجي من حبك للشيء. شفت الصلصه؟ استنى عليها برضه لسه. اخوتها جنبي كده عشان اقلب براحتي، لان انا هستعين بميه سلق المكرونه. خلي بالك. شفتي؟ يا سلام لو عندك بقى ايه عجينه بيتزا وعايزه تعملي صلصه بيتزا، خديها عجينه بيتزا جاهزه، كنا عملناها امبارح تقريبا، نستغلها ونعملها صلصه بيتزا. عامله سكالوب بانيه حطيها فوقه، عامله كوردن بلو حطها تحت منه، عندك شويه كانينولي بالجبنه غطيهم بيها مع الجبنه الموزاريلا، وهكذا. عندك شويه سمك فيليه بكاتا بالوايت صوص او بالريد صوص. شفتي؟ ده المدرسه. سيب ده كده. لسه ما خلصتش. ميه المكرونه فين يا عم الشيف؟ معانا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار لجاره. شفتي بقى الجو ده كده؟ الله. ونقلب دول عادي عادي، انا عايز كده يطلع حبتين مكرونه معانا حلوين. شيل دي من هنا خالص اهي يا فندم، واقلب كده. ده الصوص بتاعك الجميل الحلو. الله. دي مكرونه بالصلصه بالدمعه. نجيب طبق التقديم مع بعض يلا، عشان عندنا فراوله لسه نشتغل فيها. اللهم صل على النبي. طبق حلو زي ده كده، تعالى يا غالي جنب البفتيك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد المكرونه بتاعتنا. حذاري، ممنوع منعا باتا
انك تغسلي المكرونه بعد سلقها. حط شويه زيت يا دلعك، زيت زيتون، وقلبها. اوعى تغسلي المكرونه. شفت الصلصه بتغلي ازاي؟ وتقول لي هتحطيني على ايه دلوقتي؟ وادي المكرونه بتاعتي، حلو، اخدتها زي ما هي كده في طبق التقديم بتاعي. اللهم صل على النبي، بسم الله. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ زي ما هي كده اهي. ناخد الصلصه بتاعتنا الجميله، يلا يا حلوه، يلا يا بيضه. الله الله. روحي بقى كلها في اي مكان، تعالي اعمليها زي ما انا عملتها كده، الا اذا كنت بتتابعيني وتتابعي التفاصيل الصغيره اللي انا استخدمتها. وادي الطاسه مكان الايه؟ الصلصه. حلو الكلام؟ شيل كل ده من هنا. مكرونه بالصلصه. هتسيب الفراخ، هتسيب سور اللحمه وتسكلي المكرونه دي بجد والله العظيم. وانا مش هقلبها كلها، انا هسيب البياض ده جمال. علامه. الف هنا وشفا. شويه بقدونس حلوين. سيبك من الريحان، انا حاطط زعتر، الريحان غالي، الحزمه بتعمل شيء مبلغ وقدره. ده المطبخ، انك تكوني فاهمه. حلو، البفتيك بتاعنا جاهز. خش على الفراوله، خش على الحلو بتاعنا يا عم الشيف. ويبقى ايه؟ بفتيك ومكرونه، بس مش اي مكرونه ولا اي بفتيك. نشيل كل حاجه من هنا، مش عايزين الحاجات دي بقى، ونغير الجلافز بتاعنا ده كده عشان نشتغل في حلو، ده الطبيعي. ونغير البلانشه بتاعتنا، ده الطبيعي. نجيب بلانشه جديده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي زي الفل، عشان نقدم عليها الحلو. على فكره زي ما هي كده تمام. ونشيل البصل ده من هنا والبقدونس، وتعالوا نشتغل في الحلو بتاعنا في اخر دقايق مع بعض. حلو قوي، تمام. وسكينه نظيفه خالص. هتقدم ازاي الفراوله مع صوص الكراميل؟ بتجيب الفراوله بتتغسل بميه ساقعه، تنقعها في شويه ميه، لان برضو الفراوله من الحاجات اللي بتبقى فيها متعلقه فيها بعد الرمال او الاتربه، خلي بالك، يا اما بيغلفوها يا اما بتغسليها، في حاجات كده لما باكل الفراوله بلاقيها متواجده، خلي بالك، ده مهم جدا على فكره. خدها زي ما هي كده، خلي دي كده برزنتيشن. حلو، ودي كمان. نمسك الفراوله نقطعها كده بالشكل ده كده. الله، شكل الفراوله على البلانشه تتكلم مصري. فراوله بالكراميل. يا فراوله يا بتاع الفراوله. نصين. وهقدمها على البلانشه دي. طب اشوف مغازة، انا ينفع برضه في البيت اعمل كده؟ عادي، ايه المشكله؟ فاجئيهم دايما. حاجه المفاجآت على السفره بيبقى لها طابع خاص ولها فرحه تانية خالص وفيها انبهار. حلو. يعني ممكن تقدمي مثلا الكيكه اللي انت عملتيها على البلانشه بتاعت الحلويات اللي بتقطعي عليها فروت سلطات. ممكن تقطعي مثلا فخده ضاني حلوه كده، ما عندكيش صينيه، تجيبي بلانشه زي دي كده تقدمي عليها، تحط الرز وتحط الشعريه والمكرونه وعليها الفخده الضاني، الحاجات اللطيفه دي كده. شفت الفراوله جميله زي الفل. انا بعلمك حاجات كده، اطلعي من الروتين اليومي، لان الروتين اليومي بيخلينا مش نكره الحاجه، يعني نزهد الحاجه. لو كل يوم بناكل لحمه هنزهد اللحمه، لو كل يوم بناكل وهكذا، كل يوم بناكل تفاح، لا التفاح مش حلو. خلي بالك. فراوله، صوص الكراميل اخباره ايه؟ ينزل على البارد ولا ينزل؟ زي ما انت عايزه. عايز تاكل فراوله دي سخنه؟ اهلا وسهلا. صوص الكراميل عايز تاكلها بارد؟ اختياري. والنعناع بتاعنا معانا اهو زي الفل، مش هيقول لا. ونرفع كل حاجه من هنا، في فراوله هنا زي الفل، ونشيل كل حاجه كده. احنا خلصنا الكراميل بتاعنا اللطيف الحلو. بيناديني بتناديني. شفت شفت شفت، بص الكراميل، بص 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 على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الجمال. هو ده هو ده. يا ويلي، هو ده كراميلا يا كراميلا. دي طبعا لما تبرد الفراوله طالعه من الثلاجه فيها نسبه بروده عاليه، اول الكراميل ما ينزل عليها او الشوكولاته بالتاكيد الموضوع يختلف هنا.
كفايه خلي دول في التلاجه، تعملي الاولاد عجينه كريب وتغرقيهم في الكراميل ده، هتدعيلي. حلو الكلام. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتيره، لا فيها معلومه غير معلومه طبعا، ولكن التفاصيل الصغيره هنا حبك للمطبخ. نرجع تاني لمقوله الشيف المغازي، تحب المطبخ، تحب انك تقف في المطبخ، هتعملي كل حاجه حلوه بحب وهيطلع شكلها زي الفل. ولو انت اخطأت في شيء سبحان الله هتلاقيها طلعت حلوه ويقولك تسلم ايدك، لو كنت عملتها كده ما كانتش تبقى حلوه. هي بتيجي كده يعني، مثلا زي تقديمي للفراوله ما كانش في الحسبان خالص اقدمها على البلانشة دي، بس انا حبيت اعمل شو واملى الترابيزه بتاعتي، اعمل ايه؟ هو ده زي الفل. انا عايزك برضو في المطبخ كده.